أرحب بكم في لقاء جديد، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. وأنت حاليا قاعد تشوف مادة النحو للمرحلة الرابعة، واليوم بهذا اللقاء القصير راح نتحدث عن الدايركت أوبجكت والإنديركت أوبجكت، وراح نعرف شنو الفرق ما بيناتهم. قبل كل شيء لازم تعرف أكو شيء باللغة الإنجليزية يسمونه مونو ترانزيتيف. المونو ترانزيتيف هو الفعل المتعدي الذي يأخذ مفعول به واحد. يعني من اقول جون سيرش ذا روم، هنا كلمة الروم، طبعا هسه خليك وياي، الروم هنا هذا مفعول به. السيرش هو الفعل مالتنا، احنا كلامنا على من؟ كلامنا على السيرش. هذا السيرش هذا الفعل ياخذ مفعول به واحد اللي هو الروم، تمام؟ هسه هذا الفعل مالتنا. زين، اني الفيديو مالتي عنوانه الدايركت والاندايركت اوبجكت. زين، الدايركت هو المفعول به المباشر، الاندايركت مفعول به غير المباشر. هسه انا هنا طالما عندي هاي الجملة مفعول به واحد اللي هو الروم، هو هذا الدايركت. جون سيرش ذا روم، فتش جون الروم بغرفة، او باحث احمد، او اي درينك ووتر، انا شربت الماء. الووتر هنا مو الووتر هنا دايركت اوبجكت، هذا هو، لان هو اصلا مفعول به واحد، فهذه ما عندنا به مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة لما يكون عندي مفعولين به، شلون راح استخرجهم؟ زين، خليك وياي. اول قبل كل شيء، الداي ترانزيتيف هو الفعل لازم متعدي اللي ياخذ مفعولين به. زين، فنجي على هذه الافعال. هاي الافعال تاخذ مفعولين به، دايركت اوبجكت والانديركت اوبجكت. اكتب لي يمك ملاحظة، اكتب لي يمك ملاحظة. هس انا ايش راح اقول؟ دايركت object، يعني او دي دايركت اوبجكت. هاي الملاحظه عن الاو دي. والاو اي اللي هي الاندايركت، اي او اي اندايركت، بالاو دي يعني دايركت. زين، هسه الملاحظه، الدايركت اوبجكت هو المفعول به الذي يكون جماد في الجملة. هسه انت عندك جملة بيها مفعولين به، وما تعرف يا هو الدايركت ويا المدايركت. الدايركت هو الجماد، فتشي جماد. زين، الاندايركت اللي هو الغير مباشر، الدايركت المباشر اللي يكون جماد، المفعول به الاندايركت يعني غير المباشر، يكون عبارة على شكل ضمير ويكون اسم عاقل، يعني لو ضمير لو اسم عاقل، وفي الغالب يأتي بعد الفعل، يعني دائما يجينا وراء الفعل. خلينا نطبق على هذا الحكي وخلينا نعيد هذا الكلام مرة أخرى. زين، أنا عندي direct object OD. direct object قلنا يكون جماد. they buy a girl a dress. هنا كلمة الدريس، dress هو الدريس نفسه، هذا دايركت اوبجكت مفعول به مباشر. ليش؟ لانه جماد، واحنا قلنا الجماد يكون دايركت اوبجكت. خوش حكي. زين، هسه هذا انتهى. نجي على الاندايركت اوبجكت، المفعول به الغير المباشر، قلنا يكون عاقل. they buy a girl، الجير الفتاة، هنا الفتاة هنا عاقل، اذا راح اقول عليها اندايركت. اعطيك مثال اخر، جاتك الجملة I send علي ابوك، علي عاقل، indirect object. book جماد، direct object. هذا هو الفرق ما بين الدايركت object والindirect object. هذا تمرين انا راح اخلي لك. can I ask you a question؟ طبعا هنا عندنا المفعولين به ذولا، وينهم؟ المطلوب من عندك تستخرج لي هو الدايركت ويا هو الindirect، واريدك تحل اياها بالتعليقات. وهذا الثاني انا راح احل لك اياه. please forgive me. مي indirect object لأنها عاقل، وهذه المفعول به الثاني هذا راح نقول علي indirect object مفعول به مباشر لأنه جماد، وهذه أريدها واجب تحلياها بالتعليقات.